أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم الأستاذ عصمت، صاحب ومؤسس كيسي صالون. أهلا أستاذ عصمت. أهلا فيك. يا هلا. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا، شرفنا اليوم. يا أهلا وسهلا فيكم، وأنتم كمان شكرا لكم. شكرا جزيلا. يا هلا. أستاذ عصمت، بداية لو ممكن تحكي لنا شوي عنك وعن بداياتك مع الصالون. عصمت نصر من لبنان، جينا على البلد لهون على الإمارات بال96. أول سنتين كنا موجودين بأبو ظبي، وانتقلنا من أبو ظبي جينا على دبي بال98. كانت دبي بأوج نهضتها العمرانية والاقتصادية، وفتحنا هون الصالون كيسي صالون للنسائي ورجالي. ما شاء الله. طيب استاذ عصمت، بلد بدبي كبرت وكبرتنا معنا. جميل جميل جدا. استاذ عصمت، لو ممكن تحكي لنا شوي عن الخدمات اللي بتقدموها، كان من قسم الرجالي او النسائي؟ اجمالا الخدمات اللي هو الكولورينج، الستايل، هير ستايل، هير كات، التريتمنت للشعر للاثنين، النسائي والرجالي. بتعرف الشباب اليوم صار عم يهتموا بهالشيء هذا. وفي عنا قسم العناية بالبشرة الفيشل، وعنا الميك اب، وطبعا عنا الهير اكستنشن، عنا العناية بالاظافر مانيكير بيديكير، عنا النيل اكستنشن، عنا الجلش كولر. هاو الخدمات يعني موجودة ومتوفرة للجميع. رائع جدا. استاذ عصمت، من خلال جميع الخدمات اللي ذكرتها للقسم الحريمي والقسم الرجالي، ومن خلال خبرتك الطويله في المجال، كيف تميزت وكيف خليت صالونك يتميز على مر السنوات كلها؟ والله يمكن في صدق بالتعامل مع الزبائن النسائي طبعا والرجالي، يعني جودي بالشغل، هاي مصداقيتنا يعني، والحمد لله الاستمراريه من 98. رائع دليل جدا. انه في صدق بالتعامل. رائع جدا. استاذ عصمت، شو مخبي لنا وشو مخطط للمستقبل؟ والله مخبي لكم بدبي فيكش تخطط، لانه بدك ضلك ابديت بالتطور اللي ماشي في دبي، يعني يوميه يوميه عندك شيء جديد، ويوميه عندك لازم تعمل نشاط تتماشي التطور اللي ماشي بدبي. استاذ عصمت، من خلال خبرتك الطويله في المجال، شو نصيحتك لأي حد بيحب يأسس عمل أو يفتح بيزنس داخل الإمارات؟ مثل ما حكيت أنه بنصح أي إنسان عند بلاد فيها فرص، بلاد فيها قانون، بلاد فيها أمان، ما بتحسسك أنك إنسان غريب هون. طبعاً كله هذا بفضل حكام دولة الإمارات الله يطول بعمرهم، وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الحكومة طبعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللي ما بيخلوك ما بيحسسوك انك بعيد عن اهلك وعن بلدك. اخيرا استاذ عصمت، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. بيتواصلوا لكيسي صالون، موجود بشيراتون جميرة بيتش ريزورت على الجي بي ار. في عنا صفحتنا على الفيسبوك، في عنا الانستغرام، عنا صفحه على الانستغرام، وكل الخطوط التليفونات موجوده على صفحتنا. شكرا جزيلا استاذ عصمت، نورتنا اليوم. وانا بتشكركم، بتشكر اي بي سي برودكت والتي في عربي، اتحتوا لنا هالفرصه العالم تشوفنا على ما على ما على اوسع. شكرا جزيلا. شكرا كثير لكم، ويعطيكم العافيه. الله يعافيك. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.